مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل ها هي انطلاقة خامس اشواطنا تمت بعون من الله تعالي وتوفيقه شوطنا الخامس الخاص هنا ايضا بالحدائق البكاء في الفطامين البكار اذا بهذا الانطلاق المميز والجميل بهذا الاداء المميز مشاهدينا ومتابعينا الكرام نسير هنا بهذا الاداء نسير مع هنا المقدمه المقدمه والشاهينيه لمحمود بن حبيب بن محمد الرضا وشواهين على المركز الثاني لسعيد بن خلفان بالمره النعيمي وعلى المركز الثالث صوغه هنا لحمد بن عبد الهادي بن نايفة الهادي من تاتينا على المركز الثاني وفي المركز الثالث بينما المركز الرابع المركز الرابع هملولا جاسم بن علي بن سليم الزرعي على ثاني على المركز الرابع وفي المركز الخامس المركز الخامس الشاهينية علي بن الصغير بن حميد لوهيبي من تأتينا على المركز الخامس هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى ولكن الصدارة مع شواهين شواهين لسعيد بن خلفان بالمر النعيمي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط تسيطر على زمام الأمور المركز الثاني الشاهينية لمحمد لمحمود بن حبيب بن محمد الرضا ومن الجانب الاخر وصلت هنا ايضا الشاهنية علي بن الصغير بن حميد الوهيبي ان تاتينا وتتسلل الى المركز الثاني والمركز الرابع هنا الوصول ايضا بهذه الانطلاقه من قبل الشاهينيه لسعيد بن عيد بالكوس الفلاسي ولكن نتابع هنا الصداره نتابع شواهين على الصداره شواهين على المقدمة على المركز الأول تسيطر على زمام الأمور سلام مدينة العين سلام تهانينا لسعيد بن خلفان بالمر النعيمي على هذا الفوز المميز ولحظة الوصول المركز الثاني الشاعرية علي بن الصغير بن حميد لوهيبي وفي المركز الثالث من وصلت الشاينية لحبيب محمود بن حبيب الرضا من أتتنا على المركز الثالث مشاهدينا الكرام وهناك بالكوس من